الاستثمارات المعتبرة التي تم القيام بها في إطار برامج التنمية المتعاقبة والتقدم المحرز والأعمال المسجلة تستجيب لتطلعات النمو الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك بما يتماشى مع المبادئ الرأسية المنصوص عليها في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المرافق لإعادة التوجيه الهيكلي نحو تنويع الاقتصاد والتوازن الاجتماعي والجهوي. وسيتم تصميم نظام النقل المستهدف على أساس معايير السلامة والأمن والراحة والتكلفة وتوفير الوقت والاحترام البيئة، بالإضافة إلى الشمولية من خلال دمج أنماطه المختلفة. وسيضمن زيادة في حركية الأشخاص واللوجستية، مما يعزز تخفيض التكاليف المرتبطة بالتبادلات التجارية للبلاد، وجعل قطاع النقل بمثابة رافعة أساسية لاقتصاد الوطن. قطاعنا الوزاري قد وضع تصوراً شاملاً للتحول الرقمي في قطاع النقل، يشمل النقل البحري والموانئ والنقل الجوي والنقل البري والسك الحديدية، ويهدف إلى إنشاء بنية رقمية ومعلوماتية قوية ومتكاملة وموثوقة لدعم القطاع في تحقيق مهامه.